اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هي عصمة الدين أم خليل الملقبة بشجرة الدر، وقد قيل أنها فتاة أرمينية من أصول تركية، لكن كل الموسوعات التاريخية لم تتأكد من أصولها أو تاريخ ميلادها بشكل كامل، إلا أن المرجح أنها من مواليد العام 1216. كانت جارية في عهد السلطان صالح نجم الدين أيوب، حيث اشتراها قبل أن يصبح سلطانا، وأعجب جدا بجمالها وذكائها، مما جعلها تحظى بمكانة عالية لديه، حتى أطلق عليها لقب شجرة الدر بسبب جمالها الفتان، وهو اللقب الذي رافقها في التاريخ. قرر الصالح أن يعتقها ويتزوجها، وكانت السبب في انفصاله عن زوجته الأولى وأم ولده الوحيد توران شاه. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة، وهذه هي قصة حياة الجارية الجميلة التي حكمت مصر، شجرة الدر. سافرت شجرة الدر مع الصالح نجم الدين أيوب إلى مصر سنة 1940 ليصبح سلطانا عليها، وتزوجا هناك، ورزقا منها بابنه خليل الذي لقب بالملك المنصور، إلا أنه لم يكتب له العمر الطويل حيث توفي صغيرا عام 1250. كانت شجرة الدر تنوب عن زوجها السلطان في حكم مصر، عندما يكون مشغولا بالسفر خارج البلاد اتسمت بذكائها في تولي السلطة وإدارة الأمور السياسية، وهذا ما بدا واضحا في شخصيتها بعد أن وافت المنية السلطان الصالح في نوفمبر من عام 1249 بعد 10 سنوات من حكمه للبلاد، حيث استدركت شجرة الدر الموقف الصعب بفطنتها، فقامت باستدعاء قائد الجيش المصري مع رئيس القصر السلطاني، وأخبرتهما بوفاة الملك وأنهما في مواجهة غزو خارجي، فاتفقوا جميعا على عدم الإفصاح عن خبر موت السلطان حتى لا يؤثر هذا الأمر على تماسك الصف العسكري أو أن يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الأعداء. قامت شجرة الدر بنقل جثمان السلطان الصالح بشكل سري على متن مركب إلى جزيرة الروضة، وكانت تقول بأن السلطان مريض ولا يستطيع مقابلة أحد، لدرجة أنها كانت تدخل الطعام إلى غرفة السلطان حتى لا يشك أحد بموته. أتمت كافة الإجراءات المطلوبة، وقامت بإصدار أمر سلطاني بتجديد العهد للسلطان الصالح أيوب وتنصيب ابنه توران شاه وليا لعهد السلطنة المصرية وحليفا للأمراء والعساكر. لكن الأمر لم يبقى طويلا في طي الأسرار، حيث اكتشف الناس خبر موت السلطان بطريقة ما، مما سبب تحرك الصليبيين لمواجهة السلطان الجديد توران شاه، حيث اندلعت حرب بين الطرفين انتهت بانتصار توران شاه بمساعدة الحنكة السياسية لدى شجرة الدر. إلا أن السلطان الجديد تنكر لمساعدتها وفضلها في النصر، وبدأ بتهديدها ومطالبتها بأموال أبيه، فردت عليه بأنها أنفقت تلك الأموال سابقا في تدبير شؤون الحرب والدولة، لكنه قام بتضييق النطاق عليها مما جعلها تخاف وتهرب إلى القدس خوفا من غدره وانتقامه. إلا أن غيظ السلطان توران شاه وطمعه في السلطة شمل أمراء المماليك، مما جعل نهايته على يد أقطاي وهو زعيم المماليك البحرية بمصر،
حيث قام بقتله. بعد مقتل توران شاه، اختار المماليك شجرة الدر لتولي منصب سلطانة البلاد، حيث تمت مبايعتها من قبل المماليك، فتولت عرش الحكم على مصر لمدة 80 يوما. لكن الظروف لم تحالفها في البقاء على العرش طويلا، رغم مهارتها وحزمها في إدارة الدولة. يعود ذلك إلى المعارضة الجديدة التي واجهتها من داخل وخارج البلاد بسبب الكثير من المصريين الذين استنكروا وجود امرأة في سلطة الحكم في البلاد، حيث كتب الخليفة المستعصم: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجالا. قامت شجرة الدر بفطنتها وذكائها بالتنازل عن العرش للأمير عز الدين أيبك الذي لقب بالملك المعز، والذي كانت تخطط للزواج منه، وهذا ما قامت به بالفعل، حيث تزوجت من السلطان الجديد وأجبرته على هجر زوجته الأولى وأم ولده، ومنعته من زيارتهما، وانزوت في بيت زوجها تشاركه مسؤولية الحكم تحت غطاء اسمه. إلا أن علاقتها الجميلة معه لم تستمر طويلا، حيث انقلب عليها بعد أن أحكم قبضته في إدارة البلاد، وأصبح يفكر بالزواج من ابنة صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ لتكون زوجة له بعد شجرة الدر. إلا أن الأخيرة أسرعت في تدبير الفخ له، حيث قامت بملاطفته ودعوته إلى القلعة، وهناك قامت بقتله. قامت شجرة الدر بإنهاء الحملات الصليبية عند توليها للحكم، وأنشأت مسجد شجرة الدر الذي لا يزال موجودا حتى يومنا هذا. تم إطلاق اسمها على شارع يعتبر من أهم شوارع مدينة الزمالك. دفنت في ضريح جميل، حيث تم نقش شجرة كاملة من اللؤلؤ والموزاييك على ضريحها فيما بعد كي يليق بلقبها حتى بعد وفاتها. أصدرت عمولات معدنية خاصة باسمها حازت على عدة ألقاب خلال عهدها، مثل لقب والدة الملك المنصور، ولقب أم الملك خليل، وصاحبة الملك الصالح. رفض الخليفة العباسي الاعتراف بسلطتها، وهي التي أنهت الدولة الأيوبية في مصر خلال توليها للحكم. بعد قيامها بقتل زوجها، نشرت الخبر بأنه مات فجأة في جنح الليل، إلا أن المماليك لم يصدقوا روايتها، فقاموا بالقبض عليها وأخذها إلى امرأة عز الدين أيبك الأولى، التي أمرت بدورها بحبس شجرة الدر في غرفة ضمن القلعة، وأمرت جواريها بضربها بالقباقيب حتى الموت، وقاموا بإلقائها من فوق سور القلعة بعد موتها، ولم يقم أحد بدفن جثتها إلا بعد أيام. لاقت شجرة الدر حتفها في 3 أيار من عام 1257 في مصر، وتحديدا في القاهرة، لتنهي حرب الضرائر مسيرة حياتها الحافلة، وانتقلت بهذه الحادثة المأساوية من القصر إلى القبر، ليقوم التاريخ بتسجيل نهاية إحدى أعظم النساء في عهود السلاطنة والمماليك، ونالت من الدنيا ما لم تنله امرأة قبلها ولا بعدها، كما كتب عنها المؤرخ ابن إياس مجسدا بمقولته عظمة هذه الشخصية التي تفردت بجمالها وذكائها وحنكتها
والتي خطت بيدها لقب أول امرأة تحكم دولة في العالم.